اهلا بجمهور النادي الاهلي العظيم مره تانية في حصاد الابطال، واخر كلام اتكلمنا على تاريخ وبطولات النادي الاهلي، وقلنا عايزين استكمال لكؤوس تانية، وان شاء الله باذن الله دايما النادي الاهلي عابر بكل كؤوس. خلينا نطير لزميلي محمد توفيق من فندق الاقامه في اسكندريه مع فريق كره القدم، هيقول لنا اخر اخبار فريق كره القدم وترجعوا لنا مره تانية. مساء الخير كابتن خالد، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي ومتابعي حصاد الابطال في كل مكان، مع حضرتك من هنا من فندق اقامه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، حيث يكون معسكره استعدادا للموسم القادم باذن الله من مدينه برج العرب بمحافظه الاسكندريه، وبالتحديد يعني للمعسكر استعدادا لمباراه طلائع الجيش ان شاء الله في مباراه السوبر المصري المقرر ليها ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب، واللي بيبعد يعني تقريبا 15 دقيقه من فندق الاقامه هنا في مدينه برج العرب، ومن بعده ان شاء الله معسكر فريق مستمر حتى مباراه انبي في دور ال 16 والمقرر ليها ان شاء الله برضه على استاد برج العرب يوم 25 من سبتمبر الجاري. يعني يمكن الفريق كابتن ايمن كابتن خالد اتحرك بالامس بعد مباراه المقاولون الوديه واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، احرز الهدف حسين الشحات، تحرك مباشرة إلى فندق الإقامة هنا بمدينة برج العرب بالإسكندرية. يمكن خلينا أكلمك عن معسكر الفريق اليوم، يمكن اليوم بدأ بدري جدا الساعة 10 صباحا بالإفطار، بعد كده الفريق أدى صلاة الجمعة هنا داخل فندق الإقامة، ومن بعده كانت وجبة الغذاء في تمام الساعة الثانية ظهرا، وبعد كده كان التمرين الأول للفريق خلال معسكره هنا في مدينة برج العرب في الخامسة مساء. يمكن مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اصطحب معايا 27 لاعب للمعسكر، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء في حراسه المرمى، وفي الدفاع محمد هاني، اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، وحيد، كريم فؤاد، وفي خط الوسط ديانج وعمرو السوليه، حمدي فتحي، قفشه، كهربا، مع حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر، وليد سليمان، احمد عبد القادر، عمار حمدي، ولويس مكسوني، وفي خط الهجوم محمد شريف، صلاح محسن، وحسام حسن. يمكن المران الاول للفريق النهارده زي ما قلت لحضرتك كان في الخامسه مساء، يمكن المران ما استمرش اكثر من 60 دقيقه، كان مران خفيف شمل بس على بعض التدريبات البدنيه وبعض التمرينات البسيطه بالكره، وده طبعا كان لاداء الفريق مباراه الامس الوديه قبل مجيئه لهنا والاسكندريه على ملعب مختار التتش امام مقاولون العرب، وكمان لحاله الاجهاد من السفر من القاهره للاسكندريه. يمكن السمة السائدة كابتن خالد كعاده كل معسكرات النادي الاهلي اللي بيسودها المعسكر هنا هي الانضباط التام، يمكن كابتن صالح حفيظ مدير كره بالنادي الاهلي فرض حاله من الانضباط كبيره جدا هنا داخل المعسكر، يمكن اللاعبين بيتحركوا من اوضهم للغرفه المخصصه لتناول الطعام، ودي غرفه خاصه بالنادي الاهلي في الفندق هنا في مكان منعزل عن بقيه النزله، حاله اكثر من رائعه، ان شاء الله يكون المعسكر يؤتي بثماره ويكون بدايه ان شاء الله وخير بدايه لموسم جديد، ويكون بدايه لبطولات كتير جدا خلال الموسم دوت ان شاء الله نطمح في تحقيق السوبر المصري كاول بطوله يوم الثلاثاء المقبل، ومن بعده ان شاء الله بطوله كاس مصر، وطبعا زي ما كلنا عارفين البطوله المحببه ان شاء الله للنادي الاهلي هو بطوله الدوري ترجع تاني مكانها الطبيعي في دولاب بطولات النادي الاهلي بمقره الرئيسي بالجزيره، وكمان يمكن الفريق كمان النهارده في استحقاق جديد وصل له هو بطوله افريقيا، وخلاص هنقابل بطل النيجر او الحرس الوطني بطل النيجر في دور ال 32 في ضربه البدايه ان شاء الله نحو تحقيق النجمه الحادية عشر، والمباراه الاولى ان شاء الله تحدد انها تكون في النيجر يوم 15 او 16 من اكتوبر المقبل. يمكن زي ما قلت لك اجواء اكثر من رائعه، حاله من الانضباط شديده هنا داخل المعسكر كابتن خالد، ان شاء الله يكون مستمر التوفيق مع النادي الاهلي ومزيد من البطولات، وان شاء الله بالتوفيق دائما والنادي الاهلي دائما في المقدمه. كلمه ليك كابتن خالد اتفضل. شكرا زميلي العزيز محمد توفيق على كل ما اثريته معانا عن اخبار النادي الاهلي، بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله في حصد البطوله رقم 12 باذن الله يوم الثلاث امام طلائع الجيش.